عندنا 6 بطولات، عندك البطولة العربية، وعندك السوبر السعودي، وعندك السوبر السعودي المصري، وعندك السوبر المحلي، وعندك الدوري ما لعبتش منه 80% او اكتر من 80% من مبارياتك، وعندك كاس مصر، وعندك البطوله الافريقيه في 5 شهور. 5 شهور تبقى بطل افريقيا، يعني مش هينتهي موسم ده ومش هيجي علينا رمضان ان شاء الرحمن غير وانت بطل افريقيا باذن الله، هتستعد له من دلوقتي. لكن هنفضل تتكلم على مباراه انتهت؟ ازعل وحقك ومية مية، وكنت الامال وكل الناس واحنا الافضليه وكل شيء، لكن دايما في قاعده او مش قاعده، مقوله حلوه جدا جدا تقول لك اللي بيشتغل دايما ما عندوش وقت يعيط، اللي بيشتغل اللي عنده شغل ما عندوش وقت يبكي، ما عندوش وقت يفضل يعيط. احنا ما مش هنفضل ننوح او مش هنفضل نتكلم في حاجه خلاص خلصت، احنا عندنا شغل، عندنا شغل لازم ننزل ونشتغل فيه، لازم ندور وننزل من هنا وندور هنا ونشوف هنا ونتعاقد من هنا ونتكلم هنا ونتفاوض هنا ونعمل هنا ونعمل فرقه زي الفل زي ما كانت 2004 او 2005 او 2006 و7 و8 وهكذا لحد ما استمرت لحد 2013 وكانت محتكره كل البطولات. ده الدور اللي لازم يتلعب في الفتره الحاليه دي المسانده الحقيقيه، او ده النقطه اللي ننطلق بيها مباريات الدوري ومباريات الكاس ومباريات البطولة العربية. عندنا لحد شهر يناير، طب هنعمل ايه لحد شهر يناير؟ لحد شهر يناير في الوقت الحالي لازم نستفاد اكبر استفادة، نطلع باعلى المكاسب، باعلى المكاسب لحد شهر يناير، وبعدها هنحلها باذن الله، وبعدها هيبقى في حاجة تانية باذن الله. لكن لحد شهر يناير هي ما عندكش غير المساندة، ما عندكش غير المؤازرة، ما عندكش غير التشجيع بالشكل ده. ودايما بنقول على الحلوة والمرة، ودايما بنقول بنساند في الأوقات الصعبة قبل الأوقات الحلوة، وده الوقت اللي احنا فيه في الوقت الحلوة.